طيب كابتن سعد بقى، السؤال ده هو سؤال شخصي مش سؤال يخص الفريق بشكل عام. انت راجل متألق ثابت المستوى، بتشارك بشكل دائم مع فيوتشر، اعتقد يعني انه من اسباب خروجك من الاهلي هو رغبتك في المشاركه اساسا والعوده لمنتخب مصر. بتزعل او بيبقى عندك عشم انك تبقى موجود في منتخب مصر، خاصه في وقت احنا بنتكلم في عدد كبير من الاصابات في دفاع منتخب مصر، كان نفسك تبقى موجود في المنتخب دلوقتي؟ اكيد يعني هو يعني زي ما انت بتقول الحمد لله الواحد ماشي بشكل كويس يا كريم، ومستوى ثابت، الماتشات كلها بيأدي بشكل كويس، الفرقه ماشيه بشكل كويس وموجوده في بطوله قاريه، والحمد لله الواحد عنده الخبرات الافريقيه سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر قبل كده فترات طويله لحد الاصابه. لكن انا شايف ان برضو المدير الفني روي فيتوريا مدي فاتح المجال للعيبه كتير انها تكون موجوده من جميع الانديه، وبيضم وجوه جديده كتير، وعنده يعني مجال ورؤيه ان هو يشوف لعيبه كتير. فانا عندي ثقه ان ربنا هيكرمني ويبقى ليا دور الفتره اللي جايه. طول ما الواحد مركز وبيقدم مستوى كويس اكيد الواحد هيبقى ليه دور. دايما انت بتصنف الفرقه من خلال اداء الدفاع للفرقه للمدافعين، الفرقه ما بتستقبلش اهداف كتير، كل الحاجات دي اكيد المدير الفني بيحطها في اعتباراته. فالواحد عنده عشم في ربنا ان شاء الله ان هيبقى ليه دور الفتره اللي جايه ويكون موجود، ودي حاجه تشرف الواحد جاهز في اي وقت يعني ان شاء الله. عظيم عظيم ان شاء الله. انت عادك مع فيوتشر ينتهي بنهايه الموسم يا كابتن سعد مظبوط؟ نهايه الموسم السنه الثانيه الاعارة، وتعود للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نشوف بقى يعني اخر الموسم تحت امر النادي الاهلي، موجود تحت امر النادي الاهلي في اي كار تاني. النادي الاهلي بيتي يعني، والعلاقه بيني وبين النادي الاهلي ابديه يعني.